انت ذكرتي في بدايه الحديث انه حتى لو حب الدوام او ما حبه هو متضرر منه بيتأثر. نفسيا نعم طيب. بيتاثر نفسيا جسديا، المهم انه بيتاثر ايوه. طيب نحن دائما نسمع ان اللي يحب الشيء يبدع فيه صحيح. ويستمتع فيه، وين الاستمتاع وين التأثر استاذ اسم؟ ايوه نحن هنا ايش نقول؟ نقول ايش نسوي في حياتنا مفروض يكون في اطارين او في شيئين، يا يخدم رساله عندي اي شيء حتى لو هوايه اسويها، يا تخدم رساله او هدف وجودي في الحياه او تعطيني متعه، واحلى شيء لو الاثنين مع بعض. جميل. يعني الرساله والمتعه. انزين ليش ياثر وبعد انا احبه وبعد هو رسالتي وبعد هو متعتي؟ انت الحين ذكرتيني ايام دراسه دكتوراه، اول فتره اللي لا يعني ما متعود على الالتزام كشخص، انك تجلس ما عندك حد يراقبك، ما حد يقول لك يلا اكتب يلا خلاص، انت مسؤول عن نفسك، لازم تسوي كل شيء. في هاي الحاله لازم انت تتعلم الالتزام. صحيح. زين فاول فتره وايد صراع كبير انك تلتزم، فاخر فتره صراع كبير انك تفك هذا الالتزام. سبحان فأول الله. فاول فتره يعني كانك تجلس عمرك بالغصب، اخر فتره كانك تقوم عمرك، لانك كانك بتفقدين شيء تعودتي عليه لفتره طويله. صحيح. صحيح. فاخر فتره يوم كنت ادرس كنت اقول لهم يعني يا ريت تخفون عني اللابتوب. اوه اخفوا عني اللابتوب. أوه. ليش؟ لانه بدا ياثر، بس في نفس الوقت أنا أحتاج أخلص بعض الأشياء، فحتى صحيح. في البريك بدأ يأثر، يأثر على النظر، يأثر على الجلوس، وممكن يأثر على العلاقات الاجتماعية. نعم. إذا كان الإنسان ضاغط نفسه في فترة معينة. نعم.